شرف حبيب قلبي. أخي صوري. نعم حبيبي. عندما صدر ديوانك أغنيات من الجديد. أي نعم. بعث لي إياه شريحة على أي جديد. أي نعم. أيوه. هناك أنا هنا أقرأ على طول فكرت شو أكتب لك هذا اللي بعث لي إياه اللي بعث لك إياه السميح النطور. يا هلا بيك. ابنه. والله. هو أبوي. يا عمي يا أبو أنت من أعمامنا الفاضلين بارك الله وأولادك أصحابي وأهل الدالي كلهم عموم فأنا لا أنسى بسنة 64 لما تشرفت بأفضارك في دارك ولكن قالوا البعد جفا وبعدين نتغير الهندازي والله تأخذنيش يا حبيب قلبي أما إسا بالضبط أهلين بي 64 الأبيات هذول مخزونين من هذاك التاريخ بعد قديش تاريخ الكتاب عندي الست 76 لقيتهم في دفاتري عند مصادق بحضرتك يرن كل يوم عنا على الإعلان إعلان في التلفزيون إنه الأستاذ سعود والشاعر بده يرفي على البلد يشرف دورت عليهم ولقيتهم تفضل الله يحييك قلت جليلك يا سعود الزجل أشدى جدير بالمواهب ما تعدى سحابة فن طلت من شغورك فتى العدان كربلنا ولده سحابة حاملة رقة شعورك عبحر الشعر عادل جزر مدة معانيها عبوق من عطورك نفح عيابس الأجواء بد بأرض القفر عم بقرأ سطورك شعرت ببطأة الرمضاء بردة عغور بلادنا فاضت بحورك جبل مؤاب إلها ما تصدى نرعى يا سعود بأرض بورك سعودك غير الأشواك وردة أحيي في أراضي الدير دورك وأهلك في عرين الأسد أسدى وفنك مع شعارك مع نصورك صقلت القافية سبكا وعدا على كروم الزجل ساهر نطورك إغلال الكرم زيتون ودوالي بكرملنا لها ظهرا وبجدا شكرا لهذا النغم من أبو سميع أسكر الطير الفن أسكت الطير الفن بالشذ والفصيح شكرا لهذا النغم يا أبو سميع أسكت الطير الفن بالشذ والفصيح نور السماحة يا أخي بوجهك لمع أنت مليح وبالفعل شعرك مليح هذه الدياه شكرا ومنونك